الناس اللي عندهم وجعان بيكون بحس اول شيء مرضى نفسيين، تاني شيء بحس هذا شيء تأثير من الحياة العائلية، يعني من وراء أهل يمكن يكون في مشاكل طلاق الأهل أو العنف بالبيت بيأثر عليهم. بحس اللي عندهم وجعان هم أصلاً ما بيكونوا متصالحين مع نفسهم. الإنسان لازم يكون هو شبعان من كل رغباته لحتى يقدر يتعامل مع الإنسان التاني بشكل طبيعي. فالإنسان اللي عنده وجعان هو بيكون مريض نفسي، لازم يتعالج بالأول. نفس الوجعان اللي بالوجه مرايا وبالأفص ربيع. الناس اللي لهم وجعان في كتير عندهم منهم بالجامعة وبالمجتمع. أنا برأيي لازم ما بقى نحكي معهم، ما بقى نتعاطى معهم بالأحرى. ليه هيدا أحسن حال ولا لا؟ الناس بالوجهان مش لازم الواحد يتعاطى معهم من برا، لأنهم هن صفر فبلاهم أفضل المجتمع. مناح أبدا، هن العالم اللي وجهان أبدا مش مناح، لازم ما نتعاطى معهم. عنده وجهان؟